امبابي فانوس اتقتل، تلبس هو القضية وتجرد بدون وجوده، صح؟ دي غريبة جدا. والتشبيه بأيوب البار طبعا لأن احتمال كان شديد. وأبونا عشية اتقال إن هو أخذ ملامح المسيح خلال الإعلام لأنه رآه كان داخل الأديرة ومكرس بنية صادقة للخلاص بس ملامح المسيح في هذا الطريق. ويسلمونه إلى الأمم ولكي يهزأوا به ويجدوه ويسلبوه في اليوم الثالث، يقوم متى 29. سألنا السيد المسيح: ما هذه الجروح في يدك؟ فيقول: هي التي جرحت بها في بيت أحبائي. زكريا 13:6. ويسلمونه إلى الأمم لكي يهزأوا به ويجدوه ويسلبوه في اليوم الثالث، يقوم متى 29:19. القيامة حصلت في الزفة اللي حصلت ليه واللي ما كانتش متوقعة، ان ربنا نصره في الوقت اللي كان ممكن الناس كلها تفتكر ان مفيش نصر في الوقت ده. المنظمات اللي حاولت تحارب عشان تدافع عن ابونا شعيا من الأفراد لعبد الله بعد القضية، كان نفسي أوصل بيد البراءة، وملعون كل من حاول أن يعطل البراءة. الكتاب يا دكتور موجود إن مرة واحدة ست قالت له إن ابنها في المستشفى ومحتاجين 40,000 جنيه، فالست راحت المضيفة فلقيت أبونا شقية بتطبطب عليها وكلم حد بعت له العربية واداها بفلوس عربية 40,000 جنيه. صدقوني عايز اعمل حركات واقول حاجات للناس اللي ضد ابونا اشعية في اداها 40,000 جنيه. يا عمي سؤال يا دكتور: جاب العربية منين وهو راعي؟ حلو. انا لا بس انا عايز اعمل حركات وداي الناس اللي هم بيقولوا ايه، اللي هم اتهموه ان هو عايز يسرق الديرة او او هو القاتل، مش حضرتك اكيد يعني، ما تفهمنيش غلط، على عيني وعلى راسي اكيد. ايوه بالظبط، ليه اهل وقالوا يا عم مش فقرا، ما هم باسم الصليب يعني، ربنا يحفظهم أغنياء في الروح أغنياء في الماديات، ولذلك الشيطان حاربهم محاربات شديدة، ربنا يحفظهم. لما حصل الكلام ده إيه يعني؟ واحد بيعمل خير وبيدي بـ40,000 جنيه هيبقى باصص لحاجات تانية؟ منظمة الريف البريطانية اتبنت حالة قضية الرعب الشعية. تقرير جريت واشنطن بوست، رصد الانتهاكات جريت إيلوبي في إسبانيا، ولكن سماح الله أنتم قصدتم لي شر أم الله فقصد بي خير. دي تبقى في صالحه مش ضده بالظبط طبعا. أصله راهب جاب هل باع عربية من عربيات الدير ولا عربيته ولا عربيته ازاي وهو راهب؟ حبيبي جوه الدير بيبقى فيه الرهبان معاهم عربيات، كل واحد معاه عربية بيتحرك بيها جوه الدير عشان ده المسافات اللي بتتحركوا بيها بيمشوا جوا الدير. في الأغلب كل راهب معاه عربية. طبعا ما ننساش إن يوم الحد المبارك بعد بشمس جاء أبونا القمص داوود شاهد ويشهد سجل عن شهيد جديد للكنيسة المنتصرة الغالية. هو بيبقى بتتقال إن هي تبع الراهب، يعني أنا كنت في دير السريان بقضي خلوتي، كل راهب في الأغلب بيبقى معاه عربية عشان يعرف يتحرك في دير العذراء مريم السريان نفس الوادي النطرون. وكانت كلمات أبونا شعية لأبونا داوود، خلينا بقى مركزين فيها: أنا بريء لم أفعل شيء، وصعبان علي من الكنيسة ودمي في رقبة كل من سلمني واتهمني ظلم.